خلينا بعد ما أخذنا بعض الأسئلة ننتقل للمحاضرة اليوم. في حدا عنده استفسار عن محاضرة امبارح، عن المواضيع اللي غطيناها امبارح؟ طيب عشان أذكركم، امبارح احنا يعني كملنا بشابتر 2، بلشنا حكينا عن بعض القوانين، بعض النظريات اللي موجودة بالبوليان الجبرة، استعرضناها وشفنا كيف من خلال examples كيف ممكن استخدمها حتى اغير من شكل اللوجيك اكسبريشن، سواء اني اكبر هذا اللوجيك اكسبريشن او اني اصغره. وحكينا احنا هدفنا في هذا الكورس هو تصغير اللوجيك اكسبريشن، انه to reduce the size to simplify the logic expression، لانه هذا الكلام له علاقه مباشره، حجم اللوجيك اكسبريشن له علاقه مباشره بحجم اللوجيك دايجرام والكوست تبعت اللوجيك دايجرام، بمعنى اخر تكلفه بناء هذا السيستم. فشفنا مجموعة من النظريات والقوانين، وطلبنا منكم يعني من باب انك تتقن هذا الموضوع، يعني تحل لك شوية اسئلة حتى تتمكن من الموضوع من ناحية الاثباتات والامور. بعدين انتقلنا لموضوع استعرضنا فيه two concepts مهمات وبسيطات بنفس الوقت. هدول two concepts هم الدول والcomplement of a logic expression or a logic function، وحكينا الفكرة بسيطة جدا، موضوعين الـ two concepts مترابطين نوعا ما. فحكينا الدول، الدول بكل ببساطة هو عبارة لـ logic expression معين، هو عبارة عن عملية استبدال الـ operators، يعني الـ and بتصير or والـ or بتصير and، عملية استبدال الـ ones بـ zeros واستبدال الـ zeros بـ one. هذه العملية بنسميها دول. فلو أعطيت أنا logic expression وطلب مني إيجاد دول، فعمليتي عملية يعني تبديل الـ operators وتبديل الـ zeros والـ ones. وكانت نقطة مهمة حكينا، لو عندي logic expression أو logic equation بتساوي بين طرفين وأخذت لها الدول تبعها، رح أجد إنه حتى الدول تبعها برضو بيعطيني valid equation. وهذا كلام حكيناه امبارح، حكينا كل النظريات اللي استعرضناها امبارح كان فيها عمودين، عمود على اليمين وعمود على الشمال، expression على اليمين واكسبريشن على الشمال، وهدول التو اكسبريشنز هم الدول اوف ايتش اذر، يعني ما في داعي احفظ الاثنين، انا ممكن اعرف واحد واطلع الثاني باني احسب له الدول. مثال عليها كان هدول الاثنين اللي قدامنا، ومثال اخر كان برضه من اللي استعرضناه امبارح، حكينا اكس اند اكس هي اكس، لو اخذ الدول لهذا الاكسبريشن راح اضطر اني ابدل الاند بأور، فهذا الاكسبريشن اللي على اليمين، الايكويشن اللي على اليمين برضه هي valid equation، مزبوط، واحده من الايكويشنز اللي استعرضناها امبارح. والعكس صحيح، لو اخذت الدول اللي على اليمين راح ارجع للي على الشمال، فبوث سايدز ار valid. وهذا الكلام ينطبق على كل اللي شفناه امبارح، كان في يمين وشمال، فاليمين هو الدول تبع الشمال والشمال هو الدول تبع اليمين، والاثنين هم صحيحات، الـ two equations صحيحات. مثال آخر شفناه كان x and zero دائما zero، لو أخذ لها الدول رح ألا أستبدل الـ and بـ or، رح أستبدل الـ zeros بـ ones، فهذا اللي على اليمين is always valid، لما حسبت له الدول طلع معاي اللي على اللي على الشمال is always valid، لما حسبت له الدول طلع معاي اللي على اليمين اللي هو also a valid equation. والعكس صحيح، لو أمشي من اليمين للشمال وأحسب الدول باستبدال الـ operators واستبدال الـ constants، بالتالي راح أحصل على الدول. فكان هذا هو مفهوم الدول، اللي هو مفهوم مهم وله علاقة بالمفهوم اللي بعده اللي هو الـ complement تبع الـ function. يعني حكينا مرات ممكن يكون معطى معاي function بإكسبريشن معين، وممكن ويطلب مني إيجاد الكومبليمنت تبع هذا الفانكشن، يعني النط تبع هذا الفانكشن، النط تبع هذا الفانكشن. فبكل بساطة حكينا بحسب هذا النط الآن للإكسبريشن المعطى معي. الآن على مستوى اللوجيك إكسبريشن بقدر أحسب اللوجيك إكسبريشن، أطلع اللوجيك إكسبريشن للكومبليمنت تبع الفانكشن ببساطة، باستخدام by complementing the whole expression. الآن ممكن أضطر أستخدم دي مورغان ثيرم، ممكن أضطر أستخدم الدي مورغانز ثيرم إذا بدي أحسن من أو بدي أغير من شكل اللوجيك إكسبريشن تبع الكومبليمنت وأحطه بصورة معينة مطلوبة مني. فمثلاً هون تذكروا مبارح حكينا، لو نحاول إنه نسوي مانيبيليشن على الكومبليمنت تبع هذا الفانكشن بحيث
يكون ما في عندي أقواس، أتخلص من كل الأقواس. ففعلياً بحضر أني أطبق الدي مورغان هون حتى أخلص من الأقواس، لأنه إذا بتذكروا حكينا مبارح الدي مورغان ثيرم تحكي X or Y bar هي X bar and Y bar، وعندي الجزء الثاني منها الدول تبعها هو X and Y bar، Y bar هي X bar or Y bar. فالآن if I keep this in mind بقدر أني أفكفك الأقواس اللي هون، فرح أخذ النط هاي زي كأني أوزعها على الأور هاي. ليش أوزعها على الأور؟ لأنه هدول باعتبار وحدة واحدة، لأنه بيناتهم أند، فالأند أقوى فهم رح يضلوا مع بعض، وهدول وحدة واحدة، فهدول زي كأنهم الإكس اللي هون، وهدول زي وهذا اللي هو الواي اللي هون. فلما أوزع على هون فبتصير الأور بتصير أند، هاي هاد الأور بتصير أند، وهذا بصير complemented وهذا بصير complemented زي ما هو واضح عندي هون. not not رح أكمل، رح أرجع عيد العملية أكررها لحتى أخلص من كل الأقواس، هيك الشرط تبعي. فلما أوزع النت اللي هون على الأقواس رح يصير عندي W bar bar X bar bar، والاند اللي بينهم رح تصير عبارة عن OR. وهون ما تغير اشي لاني ما سويت شيء. بعدين I will proceed. W bar bar هي عبارة عن W، والX bar bar هي عبارة عن X حسب الانفوليوشن property اللي شفناها، وهذه رح تضل زي هيك. الآن بقدر أوزع W حسب الديستريبيوتيف لو على القوس، فرح يصير عندي W and W bar و X and W bar، أكيد هذه 0، فرح يصير عندي 0 or X W bar، وإذا 0 or anything هو عبارة عن الـ anything، الـ 0 neutral بالنسبة لعملية الـ or. تمام؟ فالعملية بسيطة، ما علي غير أني أطبق الـ De Morgan theorem successively. لكن بدي أأكد على على شغلي أنا، بس لحظة شوي هون إيش صار. تمام، إنه الكومبليمنت تبع F هو هذا الإكسبريشن، وهذا هو الجواب. And this is a correct expression for complement for the complement of F. And this is also a complement. This is the complement of F. كل هدول عبارة عن valid expressions for the complement of F. طيب مين اخذ؟ زي ما حكينا امبارح حسب شو المطلوب مني. يعني انا هون مثلا مطلوب مني انه اعطي الاف بار او الاف complement على شكل خالي من الاقواس، لكن زي ما راح نشوف اليوم انه راح يصير في عندي اشكال ثابته. يعني اجي احكي لك احسب لي الكومبلمنت الاف واعطيني اياه بالشكل الفلاني، أعطيني إياه بالصورة الفلانية، فرح تضطر تستخدم الدي مورغان، رح تضطر تستخدم الجبريك رولز اللي شفناها مبارح حتى تقدر توصل للشكل النهائي. فمثلاً اليوم رح نشوف إشي اسمه sum of min terms، ورح نشوف product of max terms. إيش هدول؟ هدول عبارة عن أسماء الأشكال لصور ثابتة أو ما معتمدة للوجيك إكسبريشنز. فمرات بيكون مطلوب منك إنك تكتب الكومبليمنت مثلاً على شكل sum of min terms أو product of max terms أو sum of product أو product of sum، اللي هي كل هذه الشغلات رح نشوفها في هذا الشابتر، اللي هي أسماء لأشكال معتمدة للوجيك إكسبريشنز. تمام؟ فكان هذا اللي حكينا مبارح، وحكينا برضو شفنا كيف شو الإفكت على the truth table when I complement the function. If I have the truth table for some function, what is the truth table for the complement of this function? حكينا بكل بساطة complement معناها function معناها complement the values على مستوى the truth table، وبالتالي the ones بصيروا zeros والzeros بصيروا ones، وهكذا العملية بسيطة. يعني كتير بسيط الموضوع في الباينري لأنه ما في غير two values. فإذا كان الفانكشن واحد فأكيد الكومبليمنت of the function is zero والعكس صحيح. خلينا نشوف هاي النقطة قبل ما نروح للإكزامبلز، اللي هي العلاقة بين الدواليتي والكومبليمنت. لو أطلع على الدواليتي
الدواليتي ببساطة بتستبدل الأوبريتورز بالنظير تبعهم أو البديل تبعهم وتستبدل الزيروز والوانز. فلو أحسب الدول رح يطلع معاي الدول زي هيك. طيب لما أحسب الكمبليمنت أنا شو بسوي؟ أنا ببدل الأور بالآند، ببدل الآند بأور، ببدل الزيرو بوان، ببدل الوان بزيرو، يعني زي كأني بحسب دواليتي بالإضافة إلى أني بعكس حالة الفاريبلز بالكمبليمنت. يعني إذا كان الفاريبل مش كمبليمنتد بصير كمبليمنتد، إذا كان الفاريبل كمبليمنتد بصير مش كمبليمنتد. فلما أحكي عن الكمبليمنت هذا هو الدول وthis is the complement. شو العلاقة بيناتهم مقارنة بالإكسبريشن الأصلي؟ الدول بدلنا الأوبريتورز، بالكمبليمنت بدلنا الأوبريتورز وعكسنا حالة الفاريبلز، اللي كان كمبليمنت بصير uncomplement واللي كان uncomplement بصير complemented. فإذا زي كأنها الكمبليمنت هي خطوة من خطوات اللي بستخدمها حتى أحسب أصلاً، زي كأن الدولتي عفوا الدول هي خطوة من الخطوات اللي بستخدمها حتى أحسب الكمبليمنت. تمام؟ خلينا نشوف two more examples قبل ما نروح على الموضوع اللي بعده. لو جينا حكينا this is apply the Morgan theorem حتى تتخلص من الأقواس الموجودة في هذا الإكسبريشن، يعني زي كأنه الإكسبريشن هذا اللي هون هو إكسبريشن لفانكشن معين وأنا بدي أحسب له الدي مورغان، أو بدي أحسب له two's complement، بدي أحسب له ما بلاش نلخبط، بدي أحسب له ال complement وأفكفكه باعتمادا أو باستخدام الدي مورغان حتى أتخلص من الأقواس. هيك الشكل المطلوب. من وين أبلش؟ شو رأيكم؟ ما أبلش، بدي أسوي complement، فبدي أستخدم دي مورغان. فلو بدي أطبق الدي مورغان على هذا الإكسبريشن، لو بدي أطبق الدي مورغان على هذا الإكسبريشن شو أسوي؟ رح أخذ هدول الجوة الأقواس كأنهم وحدة واحدة، وفي هون أنت وفي الأي. فإذا رح أوزع النط الكبير هاد على الأي وعلى القوس. فشو رح يصير؟ الأند رح تصير أور، هاي الأند رح تصير أور، والأي رح تصير complemented، ورح أخذ نط لكل القوس هاد. هلا ليش أخذت القوس هاد مع بعضه وافترضته وحدة واحدة؟ ليش ما وزعت النط الكبيرة على الأور اللي هون؟ لأنه ما بصير، لازم حسب الأولويات هدول اللي جوا القوس هم وحدة واحدة، فما بصير أفكهم. مزبوط، لازم أسوي evaluation اللي جوا القوس بعدين أطلع لبرا. فإذا النط بده يشتغل بالعكس عليهم، فصارت or وصار عندي النط على القوس البراكت اللي هون. بعدين رح أكمل، رح أخد النط هذه وأوزعها على داخل القوس. again هدول رح أتعامل معهم كأنهم one unit لأنه في بيناتهم and وفي قوس هون. فالأضعف، الحلقة الأضعف هي الأور، فرح أخذ الأور وأبدلها بأنت وأوزع النط، فهذه رح تصير بي بار، وهذا كل القوس رح يصيروا بار زي ما هو واضع عندي هون. فصارت البي بار والأور هذه صارت أنت، والأور صارت أنت. ودائما لما أنتق عم بنتقل من خطوة لخطوة، عم بحط أقواس حتى ما تختلط الأمور مع بعض. بعدين نفس الشيء، I will repeat this. رح أخذ هاي النط وأوزعها. طب وين أوزعها؟ في عندي and بين هدول الاثنين، فالأقواس زي كأنهم one unit، فرح تصير C bar or النط تبع هدول الاثنين بهذا الشكل. I will do it more one more time على هدول بهذا الشكل. فلاحظ كان عندي D or E bar complement بتصير D bar، والOR بتصير AND، والE بتصير عليها two bars اللي هي involution، فبترجع بتصير E. فIf you do it بهذا الشكل خلصت من كل النطس اللي على الأقواس. الآن ممكن أستخدم distributive law وأوزع ال B bar، فبصير عندي A bar OR B bar C bar OR B bar D bar E. فهذا شكل الإكسبريشن اللي بلشت منه لكن بدون أقواس. طبعا ما في شيء اسمه يعني أو شكل معتمد بالباينري لوجيك أحكي لك بدون أقواس، لا، في ستاندرد فورمز يعني أشكال معتمدة. فمثلا هذا رح نشوف ليتر اسمه sum of product،
فبيكون السؤال والله اكتب هذا الاكسبريشن على شكل sum of products. You need to do all these steps حتى توصل لهذا الشكل. طبعا رح تصير انت عارف later يعني نهاية هذا الشابتر تميز شو يعني sum of product, شو يعني product of sum, and وتكون عارف معظم الأشكال اللي احنا معتمدينها عشان تعرف وين توقف في عملية تطبيق دي مورغان ثيرا. تمام؟ One more example قبل ما نختم هذا الموضوع. لو عندي هذا الفانكشن وبدي احسب له ال1 اللي بدي احسب له الكومبلمنت تبع هذا الفانكشن, فالموضوع بسيط. اف بار ببساطه هو كومبلمنت لكل هذا الاكسبريشن, فراح يصير a and b bar c or a bar b, مزبوط, or d. عم بكتبه بس انا كومبلمنت, فبدي اخذ النط لكل الاكسبريشن. فنفس الشيء راح اتعامل مع هدول كانهم وان فاريبل وهذا وان فاريبل. حسب الدي مورغان راح تصير a and b bar c or a bar b كلهم كومبلمنت او and d bar, مزبوط, and d bar. I will continue. هلا هذا هو الكومبلمنت صح وهذا هو كومبلمنت, لكن بدي احاول اتخلص من الاقواس. فهلا بحاول اشتغل هون, باخذ هذه النوت وبوزعها على الموجود على الاند, فبتصير a bar or b bar c or a bar b كلهم كومبلمنت. فوزعت النوت على الاند اللي هون وبين أقواس حتى ما تتلخبط الأمور, حطيتهم دي بار بهذا الشكل لأنه الآن صارت أور, فحتى أحافظ أنه هدول they have to be evaluated first حولت الآن لأور, حطيت الأقواس. فالآن بكمل, صار عندي A بار أور, هذا النت بوزعه على هاد وعلى الأور وعلى هاد لأن هدول بناتهم AND فهم أقوى من الاور, فرح الاور رح تضعف قدام النت وتتحول لانت. فبصير عندي هون بي بار سي كلها بار, مزبوط, اند اي بار بي كلها بار بهذا الشكل وكلهم اندد, كلهم اندد مع دي بار. برجع على الصغار هدول بحاول أفكفكهم, فبتصير A bar or شو بتصير هاي؟ إذا بسوي دي مورغان بتصير B bar bar or C bar ended مع A bar bar or B bar وكلهم ended هدول مع D bar, مزبوط. B bar bar هي عبارة عن B و A bar bar هي عبارة عن A, فبصير عندي A bar or B or C A or B bar وكلهم مع D bar. هلا هون خلصت من كل النطس اللي موجودة على أقواس, فبقدر أطبق الديستريبيوتيف لو وأطلع إنه A bar or أوزع B B هون و B هون, فبصير عندي A B or B B bar or A C or B bar C وكلهم ended مع D bar. وانت بامكانك بعدين توزع D bar ما في مشكلة, حتى احتوي C عندها bar, C عندها bar, yes, C bar وهي C bar وهي C bar. تمام؟ فالموضوع مش كتير صعب, لكن بدي انتبه كيف عم بوزع النط اعتمادا على الدي مورغان. فهذا لما تفكه اكيد هذه بي مع بي بار راح تصفر, فراح يصير عندك, انا خليني اكتبها هون, اي بار دي بار اور اي بي دي بار اور اي سي بار دي اور بي بار سي بار دي بار. تمام, هون في بار كانت زي ما حكت زميلتكم. فالموضوع بسيط, حاول انك تتمرن عليه بانك تحل اسئله من الكتاب ومن الورك شيتس.
All right, so this is all about the okay. Okay. طيب. Any question قبل ما نروح على الموضوع المهم اليوم؟ تمام. هلا احنا so far بشابتر 2 تعلمنا binary logic، تعلمنا boolean algebra، شفنا شو يعني boolean expression، شو يعني boolean function، binary variable and all that stuff. وتعلمنا شغلة مهمة جدا، انه انا لو كان عندي function f of x مثلا y z يساوي whatever x y bar or y z bar، هذا عبارة عن function binary أو boolean function، ال expression تبعه موجود على اليمين وهو يعتمد على three variables. شفنا احنا خلال المحاضرات اللي راحت this week انه انا بكون بكل سهولة بقدر اطلع ال truth table لهذا function. مظبوط، كيف كنت اطلع ال truth table لهذا function؟ لو عندي logic expression الزيرو والوان دكتور واحد يحكي بكل بساطة. ناجي دكتور، يمكن أول إشي بنعمل ال x y و z بعدين ال x y bar بعدين ال y z bar كل واحدة لهم راو. يعني بشكل عام، بشكل عام كيف بطلع truth table ل logic expression؟ ببساطة بعوض كل القيم الممكنة للx والy والz، صحيح؟ طلع لك كل القيم الممكنة للx والy والz، فبحط عندي 3 variables. How many possible combinations؟ 2 to the power 3 8، فعندي 8 combinations من 0 0 0 لغاية 1 1، بعوضهم في الاكسبريشن وحسب نظام الأولويات اللي بعرفه بقدر إني أطلع قيمة هذا الفانكشن لكل possible input value. برضو تعلمنا بهذا الجزء من التشابتر اللي غطيناه سو فار كيف اطلع اللوجيك دايجرام، مزبوط. وكان اللوجيك دايجرام موضوع بسيط جدا لانه ببساطه هو عباره عن تمثيل جرافيكال ريبريزنتيشن لللوجيك اكسبريشن، يعني في عندنا 1 تو 1 كورسبوندنس بين اللوجيك اكسبريشن وبين اللوجيك دايجرام، فهي كانت العمليه برضو سهله وهي العمليه برضو سهله. لكن لو جينا نفكر بالعكس، يعني لو واحد اعطاني تروث تيبل لفانكشن وحكى لي بدي اللوجيك اكسبريشن، بدي اللوجيك اكسبريشن اللي بيمثل هذا الفانكشن المعطى بالتروث تيبل، كيف ممكن اسويها؟ يعني بدي اعكس العمليه، انا معي تروث تيبل وبدي اعرف اللوجيك اكسبريشن، فكيف ممكن اسوي هاي العمليه؟ فعليا الموضوع اللي بدنا ندرسه هون هو بيعلمني كيف اطلع logic expression لفانكشن معطى على شكل truth table. ممكن كيف ممكن اطلع logic expression لفانكشن معطى على شكل truth table؟ فلو واحد اعطاني زي ما حكينا truth table لفانكشن، هل بقدر اطلع valid logic expression لهذا الفانكشن؟ طبعا so far ما بنعرف، يعني ممكن واحد يحكي انا بدي اجرب اكتب and or وخلطه من الفاريبلز والنوت جيتس واشوف هل بقدر اكتب لوجيك اكسبريشن لو عوضت فيه كل البوسيبل انبوتس يعطيني القيم المحدده للفانكشن بالتروث تيبل. فبدها تكون ترايل اند ايرور، ممكن يطلع معي اكثر من شكل لهذا الفانكشن، زي ما شفنا اصلا اللوجيك اكسبريشن للفانكشن الواحد ممكن يكون له اشكال مختلفه، لكن في جميع الاحوال اي اكسبريشن بدي استخدمه حتى اعبر عن هذا الفانكشن الموجود عندي بالتروث تيبل لازم يكون valid. طب شو يعني valid؟ valid انه لما ادخل عليه قيمه موجوده في التروث تيبل كانبوت وبتعطي 1 في التروث تيبل لهذا الفانكشن، الاكسبريشن نفسه should evaluate to 1 لما ادخل عليه نفس القيم. نفس الشيء اذا كانت قيمه الفانكشن صفر لانبوت فاليو معينه في التيبل، لازم تكون نتيجة تعويض هاي القيمة في اللوجيك اكسبريشن برضو تكون زيرو، حتى فعليا يكون الاكسبريشن يعبر عن هذا الفانكشن. ف
فزي ما حكينا لو احط هدول الشغلتين في راسي واحاول بالفهلوه اني اجيب لي لوجيك اكسبريشن ممكن تزبط معي بس ممكن ما تزبط معي. فبدنا طريقه كيف نطلع اللوجيك اكسبريشن من التروث تيبل. وفعليا في عندي طريقتين اللي هم بنسميهم الكانونيكال فورمز، اسمهم كانونيكال فورمز. هم طريقتين بسيطات جدا، والاولى اسمها السم اوف مين تيرمز والثانيه اسمها البرودكت اوف ماكس تيرمز. باستخدام هذول الطريقتين او واحده منهم بقدر يعني لو انا، لو ناجي، لو علي، لو ايه، لو اي واحد عم بدرس هذا الكورس، احكي له اعطيني شكل اللوجيك اكسبريشن للفانكشن الموجود في التيبل اللي معك على شكل سم اوف مين تيرمز، كلياتنا راح يطلع معنا نفس الجواب، كلياتنا راح يطلع معنا نفس الجواب. product of max term لو اعطيتك truth table وحكيت لك اعطيتني الاكسبريشن على شكل product of max term راح تلاقي انه كلياتنا بيطلع معنا نفس الجواب لانه طريقه ستاندرد، طريقه ستاندرد. فخلينا نتفرج على اول طريقه اليوم اللي هي sum of min terms. الان sum of min terms زي ما حكينا بكل بساطه عباره عن طريقه بقدر عن من خلالها اطلع logic expression بشكل معين لفانكشن بناء على التروث تيبل تبعته. الان كيف تشتغل هاي الطريقه؟ بكل بساطه هاي الطريقه بتحاول تلاقي مجموعه من الكونديشنز، مجموعه من الكونديشنز اللي بتعطي 1 للفانكشن. يعني راح احاول اني اصيغ مجموعه من اللوجيك من اللوجيك كونديشنز اللي بتخلي قيمه الفانكشن تساوي 1. الآن هذه اللوجيك كونديشنز إذا تحققت فلازم تكون قيمة الفانكشن 1، إذا ما تحقق 1 منها على الأقل المفروض تصير قيمة الفانكشن 0. فعشان هيك الطريقتين اللي راح نطلع عليهم ما بياخذوا كل الفانكشن كامل، بيحاولوا ياخذوا إما الونز وإما الزيروز ويحطوا كونديشنز تعطيني 1 إذا كان الانبوت فعلا بيعطي أو المفترض يعطي 1. فالسم اوف مين تيرمز بتطلع على الونز تبعت الفانكشن الموجودة في التروث تيبل وبحاول يكتب conditions تعطي 1. والآن طبيعة هذه الكونديشن إنها عبارة عن and conditions. طبعاً راح تصير الصورة أوضح وتشوف إن الموضوع كتير بسيط. فراح أحاول أكتب logic expression مكون من مجموعة من ال and conditions اللي بتعطي ال ones تبعت هذا الفانكشن. وإذا اختلت هذه ال and conditions معناها لازم تصير قيمة الفانكشن 0. فعشان هيك أنا ما بطلع على ال ones وال zeros، بطلع على ال ones وبكتب conditions تعطيني ones. إذا اختلت ال conditions اللي بتعطي ones أكيد الفانكشن راح تصير قيمته صفر. فخلينا نشوف هذا الكلام من خلال example. لو عندنا هذا الفانكشن function of two variables x and y، وبغض النظر الفانكشن قيمته 0 1 0 1، وبدي أطلع له sum of min terms logic expression، بدي أحسب logic expression تبعه، والشكل اللي بدي إياه لهذا logic expression هو sum of min terms. فكيف بتشتغل هذه الطريقة؟ بكل بساطة راح أطلع زي ما حكينا فوق على الونز تبعت الفانكشن فقط، وأحاول أكتب and conditions تعطيني ونز. فلو نيجي نطلع أول ون موجود في هذا الفانكشن هو هون، تمام؟ فالآن بدي أحاول أكتب and condition بين الانبوت فاليو بحيث يعطيني ون. فلو جينا نطلع أنا لو جيت أجرب أسوي and بين الزيرو والون، زيرو and ون، هل ممكن الزيرو and ون تعطيني ون؟ مستحيل، مظبوط، لأنه زيرو and ون دائما راح تكون زيرو. كيف ممكن أخلي الزيرو and ون تعطيني ون؟ كيف؟ يعني كيف؟ كيف؟ مين بده يحكي؟ دكتور نعمل كومبلمنت للزيرو. أكيد، يعني ما في طريقة، لازم أسوي complement للزيرو. يعني الزيرو ون اللي هي الانبوت فاليو اللي أنا بدخلها على الفانكشن حتى تعطيني ون، لازم أسوي complement للزيرو اللي هو عبارة عن الإكس، لازم أسوي complement للإكس. الآن هذا الزيرو هو عبارة عن الإكس وهذا الون هو عبارة عن الواي، مظبوط؟ فلو أبدل بأسماء الفاريبلز رح يصير عندي إكس بار and y. فأنا هون شو سويت؟ حطيت condition اللي هو هاد، لو تحقق لازم قيمة ال1 تكون، لازم قيمة الفانكشن تكون 1، لازم تكون قيمة الفانكشن 1. فهذه هي الفكرة بكل بساطة.
راح اطلع على الونز تبعت الفانكشن واحاول اكتب اند كونديشن بين الانبوت فاليوز بحيث احصل على هذا الون. فالان جربت اسويها هون 0 اند 1 ما بزبط بيعطيني 0 بس لازم احصل على 1. فكيف بحصل على 1؟ لازم اسوي كومبلمنت للزيرو بعدين بدلت. انا ما بتعامل مع كونستنتس انا بتعامل مع فاريبل فبدلت الكونستنتس باسماء الفاريبل الكورسبوندينج اسماء الكورسبوندينج فاريبلز. الان ما خلصت انا لسه لانه انا لازم اغطي كل الونز لازم اتعامل مع كل الونز المكتوبه موجوده في الفانكشن لازم اكتب كونديشنز لكل الونز الموجوده في الفانكشن. فلو اخذنا طلعنا على الفانكشن في عندنا 1 مور 1 راح اطلع على هذا ال1. الان بدي احاول اكتب لوجيك كونديشن وطبيعه او نوع اللوجيك كونديشن هذا هو اند كونديشن بين ال1 وال1. ف one and one فعليا تساوي one فما في داعي اسوي اشياء ما في داعي اسوي complement. وهذه هي الx وهذه هي الy فراح تطلع معي x and y. خلصت كل الones yes خلصت كل الones فانا هيك بكون كتبت conditions أو كتبت condition لكل حالة من الحالات الموجودة في التروث تيبل من ناحية إنها 1 أو من ناحية إنها 1. تمام؟ الآن هدول الconditions اللي كتبتهم هون إذا بتطلع عليهم في بيناتهم إشي مشترك في بيناتهم صفتين مشتركات. الصفة الأولى already حكيناها إنهم عبارة عن and condition فthis is an and this is an and. تمام؟ إيش الصفة الثانية الملاحظة الثانية اللي ممكن تشوفها بين هدول التو كونديشنز او الاشي المشترك بيناتهم؟ واي ما عليها كومبلمنت. خلينا نفكر بشكل اكد نطلع بنظره ابعد شوي. الاثنين الاوتبوت تبعهم 1 ما هذا اشي مفروغ منه لانه احنا هيك بلشنا اصلا. انه هم عباره عن اند اوبريشن مزبوط وهذا الكلام واضح هون. وبنفس الوقت هذا الاند اوبريشن هو بين كل الفاريبلز اللي بيعتمد عليها الفانكشن. فالفانكشن هو بيعتمد على اكس واي فهو اند بين اكس واي. رح تحكي طب هو منطقي يعني اذا اند اوبريشن لازم يكون في تو فاريبلز وهو فانكشن اوف تو فاريبلز فلازم يكونوا اثنين موجودين يا لكن لما تصير 3 فاريبلز و 4 فاريبلز انت بتقدر تكتب اند بتوين 3 فاريبلز اوت اوف 4. فالنقطه هون هدول الكونديشنز اللي كتبتهم هون هم مميزات يعني مميزات إنهم هم عبارة عن and تمام between all the variables that the function depend on. لأن هذا التعريف هو فعلياً بيعطيني مصطلح المينترم هو بيعطيني مصطلح المينترم. فالمينترم ببساطة هو عبارة عن and term الحد هذا هو and term that contains all the variables in the function that contains all the variables in the function. هلا هو and term او مرات بحكوا له product term وهي النقطه حكيناها امبارح شوي انه حكينا الاند شوي بتشبه الضرب او البرودكت مزبوط ف it is a product term او and term وهيك بلشنا اصلا حكينا sum of min terms هو بكتب and conditions اللي بتعطيني ones and conditions بتعطيني الones فهم اسمه min term. فلما احكي لك من اليوم طالع من تيرم لفانكشن اوف خمس فاريبلز بتوقع منك تحكي لي المين تيرم راح يكون عباره عن اند اوبريشن بين الخمس فاريبلز بغض النظر ممكن مرات يكون الفاريبل بعضهم كومبلمنت بعضهم مش كومبلمنت زي ما احنا شايفين هون يعني في فاريبل الاكس كومبلمنت هون الاكس هون مش كومبلمنت بس مش هون الفرق نقطه التشابه نقطه التشابه بينهم انهم كلهم يحتوى على كل الفاريبلز فهذول بنسميهم مين تيرمز هدول نسميهم من terms اللي هم ببساطة كل واحد فيهم بيعرف الكونديشن الاند كونديشن اللي بيعطيني الكورسبوندينج one في التروث تيبل. لكن لسه ما خلصنا أنا مش مطلوب مني أحط conditions منفصلة حتى أكتب logic expression المفروض أحط logic expression يحتوي كل الكونديشنز اللي أنا عرفتها. فكيف ممكن أسوي هاي العملية؟ يعني هدول conditions منفصلة بس أنا بالنهاية بدي logic expression يحتوي هدول ال conditions. بتحط or بينهم؟ أحط or من ال من ال من ال من اسم الطريقة sum of min terms. فهدول إذا كان هدول اسمهم min terms لازم أسوي لهم sum
والسم بالباينري هو عبارة عن or. فلو جيت سويت or بيناتهم هدول التو expressions اللي هم المين terms، راح يصير في عندي logic expression f of x y هو عبارة عن x bar and y x and y، وهذا بصير اسمه sum of min terms. هذا الشكل هو sum of min terms. فلما أسمع من اليوم طالع كلمة sum of min terms مباشرة بخطر في بالي or between and terms، والand terms مش أي and terms، هم min terms، يعني يحتوى على كل ال variables تبعت الفانكشن. فالآن أنا هون شو طلع معي logic expression اللي إحنا شايفينه قدامنا، والشكل هذا الاسم المعتمد له sum of min terms أو SOM أو SOM. وأنا عم بدعي هون إنه هذا logic expression يعبر عن الفانكشن المكتوب في التابل. فكيف ممكن أتحقق من صدق الكلام تبعي إنه فعلًا هذا الفانكشن يعبر عن، أو هذا الإكسبريشن يعبر عن الفانكشن الموجود في التابل؟ كيف ممكن أتحقق؟ نرجع نعوض بالقيم الموجودة بالتو تابل. Exactly. يعني أرجع أخذ هدول القيم وأعوضهم one by one. فلو أجيت أجرب أنا أعوض one by one، لو أجيت أخذت الكومبينيشن الأولى x 0 و y 0، هذه x وهذه y، وأجرب أعوضها في هذا الإكسبريشن اللي فوق، فرح يصير عندي 0 bar and 1 or 0 and 0. كم بيطلع هاد؟ 0. So this is true. شوف مع أني أنا ما غطيت الزيروز، أنا ما غطيت الزيروز صح؟ لما كتبت اللوجيك إكسبريشن ما غطيت الزيروز، غطيت الونز، لكن مع ذلك الإكسبريشن اللي كتبته بغطي الزيروز. ليش؟ لأنه الإكسبريشن اللي كتبته بيحكي لي شو الكونديشنز اللي لو تحققت بيعطيني 1، طب لو ما تحققت هاي الكونديشنز رح يعطيني 0. فهون النقطة يعني الحلاوة في الموضوع إنه ما في داعي أخذ كل الفاليوز، أخذت الوانز وكتبت conditions طلعت الوانز، إذا اختلت هاي الconditions أكيد الفانكشن راح يعطي 0. 0 1 راح يصير عندي 0 bar and 1 or 0 and 1 اللي هي بتطلع قديش؟ بتطلع 1، فما في مشكلة هون. 1 and 0 بتصير 1 bar and 0 or 1 and 0، مزبوط؟ اللي هي بتطلع 0 اللي هي الاحتمال الثاني الثالث. 1 and 1 أكيد راح تطلع 1 لو جربتها أنت في البيت 1. فإذا sum of min term expression اللي كتبته it really represent the function that is given in the table تمام. Any question؟ مرة تانية نرجع نلخص الموضوع. دكتور عندي سؤال. ناجي تفضل. هلأ كان نت شوي قطع عندي بس ما فهمت أول واحدة اللي هي الزيرو والوان بعدين زيرو بار أند وان. يس حكينا يا ناجي، خليني معناته أنا بدي أرجع ألخصها، فخليني ألخصها بالمرة. حكينا طريقة السم أوف مين تيرمز إني أنا أكتب لوجيك إكسبريشن، أكتب logic expression يعبر عن الفانكشن. كيف بكتب هذا logic expression؟ بإني أطلع على الونز تبعت الفانكشن وأحاول أكتب and operation between the input values بحيث يطلع الجواب فعلياً 1 لأني عم بطلع على الونز. فجيت حكيت لو جربت أسوي and بين الزيرو والون الموجودين هون هل بيطلع عندي 1؟ ما بيطلع 1. طب شو لازم أسوي حتى يطلع عندي 1؟ لازم أسوي complement للزيرو. طيب أسوي complement للزيرو لو أبدلهم بالX والY، هذه هي X وهذه هي Y. أوكي. فصارت X bar and Y. نفس الكلام سويته هون. فحكينا لما أسوي هدول بكون كتبت two separate conditions for two separate cases. بس أنا بدي logic expression يشمل هدول الconditions كلهم مع بعض. فرحت سويت OR. ليش سويت OR؟ لأنه هي هيك الطريقة، هي sum والsum باللوجيك هو OR، مزبوط؟ فهذا الإكسبريشن، شكل هذا الإكسبريشن هو sum of min terms، هو sum of min terms. وضحت؟ دكتور وضحت، شكرا. طيب تمام، لأن هذه هي الفكرة بكل بساطة، موضوع بسيط بإمكانك بسهولة إنك يعني تتقنه وتفهمه.
طب قبل ما نروح على الاكزامبل اللي بعده خلينا بس نحط شغله اضافيه بموضوع sum of min terms اللي هو this is the logic expression of the sum of min terms. This is the logic expression of the sum of min terms. لان في طريقه اخرى حتى اعبر عن sum of min terms, طريقه يعني اسلوب اخر اني اكتب شكل function على شكل sum of min terms. هذه الطريقه بتعتمد اني انا اجي اطلع على الفاليوز الموجودين في التيبل هون. What is the decimal value of this? 0. What is the decimal value of this? 1. What is the decimal value of this? 2. What is the decimal value of this? 3. واجي ارقم الاسطر هدول بناء على الديسيمال فاليو تبعتهم, فهي راح تصير 0 1 2 3. ولو جيت ضفت حرف الام الصغير, حرف الام الصغير للدلاله على من تيرم, فصار عندي كل سطر بالتروث تيبل له اسم ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 مزبوط. والفانكشن هاد بناء على هذا النوتيشن بقدر اكتبه بهذا الشكل, بقدر اكتبه انه هو function of min term 1 or min term 3. اكتبه على شكل min term 1 min term 3. بسيط جدا الموضوع, بس اخذت هاي decimal value decimal value decimal value decimal value وحكيت هذا الفانكشن هو min term 1 or min term 3, min term 1 or min term 3. وإذا بكمل في لسه طريقة compact أكتر حتى أكتب sum of min terms اللي هو shorthand representation, إني أكتب sum of أرقام min terms أو min terms تبعت هذا الفانكشن. مين من هدول min terms اللي هو min terms 0, 1, 2, 3 هم actually min terms لهذا الفانكشن, يعني بمعنى آخر هم actually ones لهذا الفانكشن, لأنه شو يعني min term؟ يعني هم ال ones تبعت هذا الفانكشن. ف this is the logic expression of the function as a sum of min terms. بقدر أكتبه هيك وبقدر أكتبه هيك, ما في مشكلة. تمام؟ إذا فهمت هذه, هدول التنتين هو عبارة عن شغل يعني عملية تمثيل لا فقط لا غير. تمام؟ واضح الفكرة؟ أوكي. طب قبل ما نروح على الاكزامبل اللي بعده, ايش يعني من تيرم؟ راح تحكي لي من تيرم يعني برودكت تيرم او ان تيرم يحتوي على كل الفاريبلز. طب يعني شو معناها كلمه من تيرم؟ كلمه من تيرم معناها مينيمم تيرم. مينيمم تيرم ليش مينيمم تيرم؟ لانه لو جربت اطلعت على الاند اوبريشن وذكرتكم فيها 0 اند 0 0 اند 1 1 اند 0 1 اند 1, هذا شو نتيجتها؟ 0 0 0 1. فلاحظ الاند اوبريشن دائما شو عم تعطيني النتيجه تبعتها؟ اذا بدخل عليها قيمتين بتعطيني القيمه الاقل, بتعطيني المينيمم فاليو. فعشان هيك هدول بما انه انا عرفت الكونديشن باستخدام الاند, والاند هي عباره عن مينيمم اوبريتر فعليا, عشان هيك هدول اسمهم مينيمم او مين تيربس مينيمم تيربس. alright. طيب خلينا نعزز الكلام اللي حكيناه من خلال example, بس نسوي extension ل function of three variables. فالآن عندي function of three variables a b c. تمام, وهذا function إذا هو يعتمد على three variables فكم احتمال ممكن يكون فيه للinput, كم من combination 2 to the power 3, فبالتالي راح يكون في عندي 8 possible input combination بالtruth table. هاي هم موجودين قدامنا ومرتبين تصاعديا من 0 0 0 لغاية 1 1 1, واللي هو الاشي اللي متفقين عليه انا وياك. لان لو بدنا نكتب sum of min terms لهذا الفانكشن, how can we start؟ ببساطه sum of min terms معناها لازم اطلع على الونز, فراح اخذ هذا الون واحول احاول اسوي اند اوبريشن بين الانبوت فاليوز حتى يطلع عندي الجواب 1. فشو بتتوقعوا راح يكون هون عندي؟ راح اسوي اند بين الزيرو والزيرو والون, مستحيل يطلع 1, فلازم اسوي كومبلمنت للزيرو الاول وكومبلمنت للزيرو الثاني. effectively هذا الكلام معناه I need to complement A and I need to complement B and keep C as is. هل خلصنا؟ لا, لانه لسه ما خلصناش الونز, فلازم اروح على الون الثاني اللي موجود هون واحاول اسوي and بين هدول الفاليوز 1 and 0 and 0 complement
كيف ممكن احصل على الون؟ لازم اسوي كومبلمنت للزيرو، كومبلمنت للزيرو، اخلي الون زي ما هو. In terms of variables هي A and B bar and C bar. خلصنا؟ لا لسه، لازم أروح على آخر one موجود بهذا الفانكشن وحاول أسوي and بين هدول بحيث يطلع عندي الجواب واحد. لو أطلع عليه هون ما بزبط، لازم أسوي complement للزيرو. effectively هي A and B and C bar. فالآن طلعت كل logic conditions أو expressions تبعت الones، بدي إكسبريشن واحد يعبر عنهم كلهم، راح أسوي بيناتهم إيش؟ OR زي ما شفنا قبل شوي. فراح يصير عندي الإكسبريشن هو A bar B bar C OR A B bar C bar OR A B C bar، اللي هم OR between الثلاثة من terms، هذا من term وهذا من term وهذا من term، يحتوي على كل الفاريبلز اللي بيعتمد عليها الفانكشن. طيب لو بدي أكتبه بالطريقة المختصرة، راح أجي أرقم الأسطر وأعرف المين تيرمز، فهدول هم المين تيرمز من مين تيرم 0 لمين تيرم 7. بس فعليا مين هم المين تيرمز تبعت هذا الفانكشن؟ هم مين تيرم 1 ومين تيرم 4 ومين تيرم 6. فإذا بقدر أكتبه بهذا الشكل، مين تيرم 1 أو مين تيرم 4 أو مين تيرم 6، وبطريقة مختصرة أكثر وأكثر هي sum of مين تيرمز 1 و 4 و 6، sum of min terms 1 و 4 و 6. تمام؟ any question؟ طيب قبل ما نروح على الاكزامبل اللي بعده، خليني بس نتفق انا وياك على شغله مهمه جدا. اذا بتلاحظوا من بدايه الفصل او من بدايه chapter 2 تقريبا، فعليا لما كنا عم نحكي function of certain number of variables، دائما كنت عم بكتب if of a b c، يعني عم بكتب الفانكشن بدلاله مجموعه من الفاريبلز مسميها بالحروف الانجليزيه، ودائما لما عم بكتبهم عم بحاول اكتبهم بالترتيب الابجدي، مزبوط؟ يعني a b c. ولما احط التروث تيبل تبعت هذا الفانكشن، كنت احط ال a هي الموست سيجنيفيكانت بت وال c هي الليست سيجنيفيكانت بت. وهذا الاشي بدنا نتعود عليه، انه الفانكشن بغض النظر عن عدد الفاريبلز اللي بعتمد عليها، دائما بكتب الفاريبلز بالفابيتيكال اوردر، يعني A B C A B C D W X Y W X Y Z X Y Z، دائما برتبهم بهذه الطريقه. والكونفنشن انه الفاريبل الابعد عن الزي هو الفاريبل هو الموست سيجنيفيكانت فاريبل او الموست سيجنيفيكانت بت في التروث تيبل. نقطه مهمه جدا حتى انا وياك نضلنا نطلع نفس الاجوبه، ما يعني مش غلط انه يعني تكون البي محل الاي، ما بتفرق من ناحيه بيهيفير للفانكشن، لكن الاكسبريشنز راح يكون شكلها شوي مختلف. تمام؟ فعشان ما تكون الاحتمالات كثيره، انا وياك بدنا نتفق انه الترتيب الموجود هون هو ترتيب ابجدي، ومعناه انه الاي هي الموست سيجنيفيكانت بت في التروث تيبل والسي هي الليست سيجنيفيكانت بت بالتروث تيبل. فهذا يعني رح تصير شغلة يعني بالسليقة تيجي، يعني انت لحالك رح تصير تسويها زي ما انا يعني متعود اني اسويها. تمام؟ خلينا نشوف one more example. بهذا الاكزامبل المعطى معانا هو function of three variables x, y, z. طبعا التيبل هون لازم تكون x, y, z. تمام؟ هي خطأ مطبعي، هي XYZ. فالآن given this sum of min term لهذا الفانكشن، بدنا نسوي ثلاث شغلات. بدنا نعبي التروث تيبل، وبدنا نطلع sum of min terms logic expression تبع sum of min terms، وبدنا نطلع اللوجيك diagram. بدنا نطلع اللوجيك diagram. فكيف ممكن نسوي هاي العملية؟ لاحظ المطلوب هون هو عكس اللي كنا نسويه قبل شوي. احنا بشوي كان يكون معي التروث تيبل واطلع السميشن، الان معي السميشن، هل بقدر اطلع التروث تيبل؟ شو رايكم؟ الشعب الاولى اشطر منكم. يس دكتوره، بنروح مثلا على المين تيرم 0 ناخذ الكومبلمنت ل A و B و C بيطلع لنا 1. لا لا، انا بدي اعبي التيبل يا عمر. الاف يعني اسماعيل هلا هذول من terms بعطيهم value 1
other zero بكون. يعني هاي الأرقام يا اسماعيل الموجودة هون فعليا هي أرقام المينترمز أو أرقام الأسطر في التابل اللي الفانكشن عندها قيمته كم؟ واحد. فإذا عند الصفر هو واحد، وعند الثلاث هو واحد، وعند الخمسة هو واحد، وعند الستة هو واحد، والباقي إيش راح يكون؟ زيروس. فهذا عكس اللي كنت عم سويه قبل شوي، وحكيناها هاي النقطة يمكن أكثر من مرة من بداية الفصل، إنه دائما أنا I need to think both ways، بدي أكون bi-directional، مش دائما والله أحفظ وأظل ماشي باتجاه واحد، دائما لازم أعرف أرجع برجوع. فأنا هون معاي sum of min terms، بدي أعبي the truth table، بدي أعبي the truth table. بس اسمحوا لي لحظة. اوكي، فانا الان بدي اسوي العمليه العكسيه. فانا شو بفهم من هذا الاشي اللي هون؟ هاي الارقام اللي من اليوم الطالع بده يصير لها معنى بالنسبه لي، انها ببساطه هي ارقام المين تيرمز تبعت الفانكشن، يعني الونز تبعون الفانكشن وين موقعهم في التروث تيبل، فبقدر انتقل من هون لهون بكل سهوله. فهاي النقطه الاولى في هذا الاكزامبل. النقطه الثانيه، احنا عرفنا التروث تيبل، بدنا الان اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الفانكشن، بدنا اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الفانكشن، يعني برضو عكس اللي كنا نسويه هناك. فكيف ممكن اعرف اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الفانكشن؟ ممكن اسويها بسهوله لاني بعرف التروث تيبل، صح ولا لا؟ فبصير اجي احكي والله هذا 1 هون، سوي لي 0 اند 0 كومبلمنت كومبلمنت كومبلمنت، وامشي بنفس اللي كنت عم بسويه بالتو اكزامبلز اللي راحوا. لكن ممكن افكر بطريقه اسرع شوي. شو ممكن اسوي؟ ممكن لو جيت حكيت f of x y z تساوي هي من ترم 0 من ترم 3 ومن ترم 5. خليني بس امسح معلش هون عشان يكون عندي وسع. ال f راح يكون من ترم 0 or من ترم 3 or من ترم 5 or من ترم 6، مزبوط؟ طيب هل بقدر اطلع اللوجيك اكسبريشن، يعني اكتبه بدلاله اكس واي وزي بدون ما استخدم اللي كنت عم بسويه قبل شوي، انه اروح على تروث تيبل وادور على الونز واكتب زيروز وونز واندينج وكل هاي القصص؟ يس. لو جيت اطلعت الان هذا من ترم 0، كيف شكل الزيرو بالباينري يوزنج 3 variables 0 0 0؟ طب هدول ال 3 zeros اذا بدي اياهم يصيروا ones شو لازم اسوي؟ complement صح؟ complement. طيب وشو ترتيب ال variables؟ x y z bar bar bar. بكل سهولة، ما في داعي اطلع على truth table. وكمان شوي انت لما تصير familiar مع الموضوع يعني بمخك اصلا ما فيش داعي تكتب الاشي اللي عم بسويه انا فوق حرف الام. اجي احكي الثلاثه كيف شكلها بالباينري على شكل 3 بيتس اللي هي 0 1 1. فاذا بمخي انا الاشي اللي كان موجود على البريفيس سلايدز، ف 0 بار 1 1 معناها اكس واي زي، وهذا ايش؟ وهذا بار. اور الخمسه ايش هي؟ هي 1 0 1 بار حتى يصير الجواب واحد. الخمسه هي 1 0 1 بس لازم اسوي كومبلمنت للزيرو عشان يطلع جواب واحد لما اسوي اندنج من 3 بيتس. فاذا هي اكس واي زي والواي بار، بحب اكتبهم بنفس الترتيب المين تيرمز، قصدي الفابيتيكال اوردر اكس واي زي اسهل لي اصلا. والسته هي 1 1 0 فلازم اسوي كومبلمنت للزيرو فهي راح تصير اكس واي زي بار. Very straightforward. ما كان في داعي إني أبلش بالتابل وأسوي سيركل للوان. هذه كويسة العملية في البدايات حتى يعني أستوعب الموضوع، لكن بعد هيك بصير الموضوع يعني مفترض أنك تسويه بالسرعة وبالشورت كاتس اللي عم بسويها أنا هون. فأنا إذا بتذكروا إحنا بلشنا بالسلايد اللي قبله بهذا الإكسبريشن
ومنه طلعنا هاد ومنه طلعنا هاد. الآن مشينا بالعكس من الـ sum of min terms لهون مشينا، بعدين مشينا لهون. فزي ما حكيت إحنا كناس بتدرس مواد زي هيك تخصصات هندسة وآي تي دائما بدنا نحاول نفكر باتجاهين. يعني ما بزبط أنا أعرف كيف أوصل من A إلى B وأضلني واقف هناك، لازم أعرف أرجع كيف أرجع من B إلى A. تمام؟ طيب الآن لو معي هذا اللوجيك إكسبريشن اللي هو هاي الحل تبعه هون للناس اللي بدها تأكد ليتر، اللي هو من ترم 0 من ترم 3 من ترم 5 ومن ترم 6، فصار معي اللوجيك إكسبريشن لهذا الفانكشن هيو موجود عندي هون. بدي أرسم اللوجيك دايجرام. شو يعني اللوجيك دايجرام؟ يعني كيف شكل هذا الإكسبريشن باستخدام الجيتس. فالعملية بسيطة جدا، هي 1-to-1 mapping. يعني في عندي and وand 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 وبناتهم or وفي شوية نط gates. فإف يو draw it رح تطلع معك بهذا الشكل. فعليا في عندي and لأول واحد، هذا اللي هو من term 0، هذا من term 3، وهذا من term 5، وهذا من term 6. مزبوط؟ هيها x y z bar. لاحظ هون z bar y bar كتبتهم مباشرة، ما حطيت not gate. بصير حتى بس الرسمة ما تطلع يعني معقدة، لكن هي implied إنه مفروغ ضمنيا إنه في not gate. بقدرش أجيب y bar إلا إذا كان في عندي not gate داخل عليها y. بعدين سويت بيناتهم sum أو or حتى يطلع معاي الفانكشن على شكل sum of min terms. لأن هذا الشكل من السيركتس إذا بقدر بحب أطلع عليه منيح بلاقي إنه أنا ممكن يعني أقسمه لنصين أو two levels بنسميه. فهذا الشكل من أنواع الدايجرامز بسموه two level diagram أو two level circuit. هي circuit عبارة عن مستويين، المستوى الأول هو and والمستوى الثاني هو or أو sum. فأي sum of min term expression دائما رح يكون شكله زي هيك، and level followed by or level، and level followed by or level. Alright. طيب أنا بدي بس 3 minutes لأنه إحنا ضيعنا شوي في البداية مع كان الشباب بيسألوا على الهومورك. فخلينا نشوف عشان نكون سينكت مع الشعب الأولى. Exercise أخير أو example أخير، بدنا sum of min term expression for f and f bar أو f prime أو الكومبلمنت تبع f. فالموضوع مش كتير صعب. ال f هي truth table تبعته موجودة وجاهزة، فرح أطلع على ال ones هايهم، فرح أحكي f of a b c يساوي هو sum of min terms، مين هما؟ الواحد والاثنين والأربعة ومين والستة. straight forward مظبوط. طيب إيش المين تيرمز تبعت الكومبليمنت تبع هذا الفانكشن؟ straight forward بدي أطلع المين تيرمز لازم أعرف التروث تيبل. فthis is the truth table أو القيم تبعت f bar. فبيسكلي رح أطلع على الونز تبعت f bar، هاي الونز تبعت f bar مش الزيروز، أنا هذا فانكشن جديد اسمه f bar بس، فبطلع على الونز لأنه بدي من terms. فشو راح يكون f bar as a function of a b c؟ راح يكون من term 0 sum of من term 0 ومن term مين 3 ومن term 5 ومن term 7 بكل سهولة وبسرعة. طبعا عم بكتبها هون باسلوب مختصر لان لو اجي اقارن، بس اقارن بين هذا السم اوف مين تيرمز وهذا السم اوف مين تيرمز، ايش ممكن الاحظ؟ انه الارقام المين تيرمز الموجوده هون مستحيل اي منها يكون موجود هون، والعكس ايش؟ والعكس صحيح. لانه ليش؟ لانه شو معنى هدول الارقام؟ هدول الارقام معناهم الونز تبعت اف. هل ممكن الونز تبعت F تكون ونز لF بار؟ مستحيل.
طيب هدول الأرقام اللي هون شو معناهم؟ هم الونز تبعون F bar. هل ممكن الونز تبعت F bar يكون أي منها موجود في الونز تبعت F؟ مستحيل. فعشان هيك مستحيل تلاقي أرقام هون هي نفسها موجودة متكررة هون، لأنه الونز تبعون الفانكشن مختلفة عن الونز تبعت الكمبلمنت تبع هذا الفانكشن. تمام؟ هاي ملاحظة مهمة جدا لكنها منطقية وبسهولة ممكن أستنتجها. طيب exercise بس بسرعة، لو حاولنا نكتب اللوجيك expression تبع تبع F sum of min terms logic expression بسرعة، رح أكتب min term 1 min term 2 min term 4 زائد min term 6 مزبوط؟ طيب بدي أعرف كيف شكل اللوجيك expression بدلالة A و B. فال1 كيف شكله؟ 001 يعني 0 bar 0 bar 1 اللي هي A bar B bar C صح؟ طيب الاثنين بدون ما أكتب الاثنين كيف شكلها بالباينري؟ 3 bits 0 1 0 0 1 0 يعني في بار هون وبار هون يعني A bar B C bar or الأربعة هي 1 0 0 bar bar اللي هي A B bar C bar والستة هي راح تكون A B C bar. نفس الاشي بالنسبة للإف بار بسهولة بتقدر تسويه، هو صفر. شو قد أسويها بسرعة؟ الصفر بحط في مخي الصفر على شكل 3 bits هو 0 0 0. لو بدي أسوي بيناتهم الثلاثة and حتى يطلع 1 لازم كلهم يكونوا complemented، فهو راح يكون A B C bar bar bar. طيب من term 3 هات هو عبارة عن A B C والثلاثة هي 0 1 1 محل الزيرو في complement دائما في المين term، والخمسة هي A B C. الخمسة كيف شكلها؟ 1 0 1 يعني 1 bar 1، والسبعة هي all ones فما في complement مزبوط؟ السبعة كلها ones أصلا. تمام؟ فهذه هي فكرة sum of min terms. بكرة نرجع نطلع عليها بشكل سريع مرة تانية، نأخذ few examples، بعدين نطلع على ال product of max terms الطريقة الثانية واللي هي فعليا هي النظير تبع sum of min terms. بدل ما اطلع على الونز بطلع على الزيروز، بدل ما اكتب and condition بكتب or condition، بدل ما اسوي or between the conditions بسوي ايش؟ بسوي and. exactly الدول تبع sum of min terms. فرجاء نحاول هيك تطلع على sum of min terms اليوم وبكرة الصبح قبل المحاضرة حتى انه product of max terms يكون بالنسبة لك واضح.